أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام، على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال، وفيه إن شاء الله العديد من أخبارنا الاقتصادية وأخبار العالم، وبالتأكيد تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصادات والقطاعات الاقتصادية العالمية. سيصحبنا إن شاء الله في جولتنا الصباحية لهذا اليوم من البورصة القطرية، سيكون معنا السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية، وسينضم إلينا عبر الهاتف أيضا السيد أحمد الفضلي الصحفي بجريدة لوسيل. والبداية إن شاء الله مع البورصة القطرية في آخر إغلاقاتها، التي تراجع المؤشر العام في ختام تعاملاتها نتيجة ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات، ليغلق المؤشر عند مستوى 8207 نقاط تقريبا، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 150 مليون سهم بقيمة ناهزت 444 مليون ريال. وقد قفزت التداولات إذ صعدت السيولة إلى 444 مليون ريال، كما ارتفعت الكميات عند 150 مليون سهم. وشهدت التعاملات تراجع أربعة قطاعات، على رأسها البنوك وقطاع الخدمات المالية، ومن ثم قطاع البضائع والصناعة والتأمين، فيما ارتفع الاتصالات والنقل وقطاع العقارات. وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ودام الغذائية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال بواقع 30 درهما لكل سهم. وقد ناقش المساهمون جدول أعمال الجمعية، وقرروا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة الماضية والخطط المستقبلية. كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة الماضية. من جهتها أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة أنه نظرا للظروف الحالية وحرصا على سلامة المساهمين وجميع الحضور، فقد قررت الشركة تأجيل موعد اجتماع الجمعية العامة والذي كان مقررا انعقاده الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للجمعية لاحقا. انتقل للمزيد من التفاصيل مع السيد أحمد عاقل. أحمد عاقل مرحبا بك. العديد من الشركات أعلنت عن نتائج أعمالها خلال اليومين الماضيين، لكن لاحظ هناك توصيات بعدم توزيع أرباح. أيضا من جهة أخرى نتحدث اليوم عن نهاية جميع الشركات من الإعلان عن نتائج أعمالها عن العام 2019، هناك تراجع بالأرباح حوالي 6% مقارنة بالعام 2018، وصلنا إلى ما يقارب 38 مليار 560 مليون. هل تعتقد بأنه هذه الأرباح المحققة، التراجع الذي حصل، ضغط على مجالس الإدارات بالنسبة للتوزيعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مروان، وصباح الخير لك وللسادة المشاهدين. لا شك أن الفترة الحالية اللي عم بنمر فيها هي فترة صعبة جدا على مستوى الاستثمار بشكل عام، وعلى مستوى أيضا الكتل النقدية الموجودة والصناديق الاستثمارية. بكل الأحوال نحن بنعرف أن هناك عاملين ضاغطين خلال هذه الفترة. يمكن موضوع النتائج نوعا ما له تأثير، ولكن لا أعتقد أنه هو سبب رئيسي بعمليات عدم التوزيع اللي شهدناها بآخر إعلانين أو ثلاث إعلانات موجودين للشركات، لأنه نحن بنعرف أنه التراجع الأساسي كان هو من قطاع الصناعات، اللي هو أصلا مرتبط بشكل أساسي كان خلال الفترة السابقة بأسعار النفط. وبالتالي يعني إذا بنشيل قطاع الصناعي على جنب، بنشوف أنه بالعكس في بعض الشركات وبعض القطاعات استطاعت أن تحقق نمو جيد بالعام 2019، وعلى رأسه كان القطاع البنكي. بكل الأحوال أنا بتصور أنه ما نمر به خلال هذه الفترة من ضغوطات اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا، هذا الموضوع يمكن وعدم اتضاح الرؤية للفترات القادمة وعدم وجود وقت زمني أو جدول زمني للانتهاء من هذا الفيروس، عم بيكون هو العامل الأساسي للضغط على معظم المؤسسات خلال هذه الفترة التي لم تقوم بالتوزيع بعد، إما بتأجيل بعض المجالس الجمعيات العمومية، أو حتى شفنا بعض الشركات التي أقرت خلال الاجتماعات عدم التوزيع. يعني خلينا نقول تحسباً للفترات القادمة، تحسباً لما قد يحدث، تحسباً لفرص حتى استثمارية. يعني ليس بالضرورة أن يكون التحسب هو خوف من عدم وجود سيولة، بالعكس ببعض الأحيان ممكن أنه يكون في فرص استثمارية قادمة تستطيع الشركة اقتناصها، وممكن بحالات أخرى أنه الشركة قد تحتاج إلى هذه الأموال لسداد التزامات عليها، سواء كان إيجارات أو أو أو. وبالتالي أنا بتصور أنه
الفترة الحالية يعني عم نشوف موضوع اللي هو التوزيع عم بيكون نوعا ما أقل من غيره، وبرأيي هو شيء مبرر خلال هذه الفترة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد من الحلول التي يمكن أن تقوم بها الشركات إذا كان الهدف هو حماية الأسهم نفسها أو المحافظة على بعض أسعار الأسهم الموجودة. محمد فضلي، اليوم ما هي الآلية التي يمكن من خلالها معرفة إذا كان هناك سيولة من قيمة أو من الجزء المخصص لدعم البورصة القطرية العشرة مليارات ريال والتي وجه بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للصناديق المحلية بالدخول والشراء؟ هل من طريقة ممكن أن نعلم بها كيفية الدخول أم أنه مراقبة السيولة تكفي يعني اليومية؟ في البداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين. طبعا هناك العديد من الآليات أو آليتين بالتحديد لمعرفة مدى دخول المؤسسات الحكومية التي تم إصداء توجيهات لها بالاستثمار بما بنحو 10 مليار ريال خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز أداء السوق المالية ورفع مستويات السعرية لعدد من الأسهم في البورصة وفي مختلف القطاعات على شكل عام. إذا ما تحدثنا طبعا السيولة من المتداولة يمكن اعتباره أحد العوامل التي يمكن حسابها، كذلك نسب التملك بالنسبة لكبار المستثمرين في البورصة أو في ضمن التداولات اليومية، وهي من ضمن التقارير التي تصدر عن بورصة قطر في نهاية كل جلسة، وحيث يتم إصدار يعني نسب تملك سواء الأفراد سواء المحافظ الاستثمارية والشركات والصناديق، وحتى نسب كبار الملاك الذين تتجاوز نسبة تملكهم في الشركات 5% تقريبا. على بناء على تلك المعطيات يمكن يعني تحديد يعني حجم دخول الصناديق او المؤسسات الحكومية التي تم توجيهها بتوسيع استثماراتها في البورصة القطرية. وحقيقة اذا ما نظرنا الى الاسبوع الماضي والذي سبقه نلحظ يعني كميات تداول مهمة، ورأينا يعني عودة في مستويات التداولات وتحقيق مستويات يعني لم يتم تحقيقها حتى خلال نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، ولاحظنا انتعاشة كبيرة على مستوى المؤشر وحتى على مستوى الكميات وأحجام الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي إجمالا. أحمد عقل، ما هو المتوقع بالنسبة للشركات التي حسمت موضوع عدم توزيع الأرباح وعلى رأسها مثلا شركة أزدان؟ لاحظنا تأثر بالأمس بالانخفاض الذي وصل إلى حوالي 6%. ماذا بشأن مستقبل شركة أزدان وهو واحد كما تعلم من الأسهم التي تعتبر أسهم يعني أقول محببة لدى المستثمرين لدى المحافظ، دللت عليها طبعا عمليات التداول اليومي وتصدر سهم أزدان لفترات طويلة يعني تجاوزت العامين هو وبعض الأسهم الأخرى طبعا في قطاع الخدمات. ما هو مستقبل اليوم السهم في ظل عدم توزيع أرباح؟ يعني خلينا ناخذ أول شيء على المدى القصير أم على المدى الطويل. هلأ دائما إعلان عدم توزيع أرباح ينعكس يعني بشكل مباشر خلال عدة جلسات من بعد هذا الإعلان بضغوطات على بعض الأسهم وانخفاضة بسبب خروج المضاربين خلينا نقول، أو من كانوا يقومون بالشراء بهدف الحصول على أرباح آخر العام، وهذا الضغط بالبيع السريع ممكن بنشوف في انخفاضات بخلال أولى الجلسات ما بعد عملية هذا الإعلان، وهذا اللي شفناه بجلسة الأمس إذا نتذكرت صار في ضغط على السهم وانخفض إلى مستويات تقريبا 5.2 أو 0.52. بكل الأحوال أنا بتصور أنه على المدى الطويل يختلف أداء هذه الشركات حسب وضع الشركة. اليوم نحن على يعني إذا بدنا ناخذ مدى استراتيجي طويل، عدم توزيع الأرباح بشكل عام يزيد من القوة المالية والملاءة المالية للشركة، بخلي في أموال بالشركات، ما عم نحكي عن إزدان، عم نحكي عن جميع الشركات الموجودة، وبالتالي هذا
هذه الملاءة المالية تساعد الشركة بتحسين وضع المالي، حتى بتساعدها بالدخول بمشاريع جديدة بالمستقبل بشركات عالمية كبيرة. إذا في مشروع كبير هناك خطط للدخول فيه أو التوسع، تقوم هذه الشركات باحتجاز الأرباح لاستخدامها بمشاريع جديدة. هلأ يعود الموضوع على ما هي المشاريع القادمة، ما هي الأمور القادمة، ولكن بالإطار العام عدم توزيع الأرباح من الناحية المضاربية يعتبر ضاغط على السهم لانخفاضه، من الناحية الاستثمارية يرفع من القيمة الدفترية، يزيد من الملاءة المالية للشركة ويؤهلها للاحتفاظ بمزيد من الكاش اللي ممكن يساعدها قدام بمشاريع قادمة. ولكن بنفس الوقت الاستمرار لعدة فترات طويلة بدون توزيعات قد يجعل من السهم أو يقلل من شعبية السهم، لأنه يصبح المتداولين على السهم يبحثون عن أسهم أخرى يكون فيها العديد من الأخبار اللي هي ممكن تحرك السهم ارتفاعا أو انخفاضا. لكن أحمد اليوم، اليوم هناك حالة من الغموض انتاب جميع المستثمرين. السوق اليوم لا يتحرك كما تعلم بناء على عوامل داخلية. اليوم من يحرك السوق تلك الأنباء المتتالية من الخارج عن أداء البورصات، عن أداء أسعار النفط، الحالة العامة النفسية العامة لجميع المستثمرين، انتشار الوباء وتصاعده يؤثر بشكل كبير على أسواق المال. كيف تنصح اليوم المستثمرين قبل الدخول إلى البورصة، ومن كان قد اشترى أيضا كيف يتعامل ويتصرف خلال هذه الفترة؟ صحيح، يعني نحن بدنا نجرب نفرق بين اثنين. أولاً، من هو موجود فعلياً داخل البورصة، يعني قام بشراء أسهم بأوقات سابقة وعنده خسارة أو عنده انخفاضات بقيم بعض هذه الأسهم، والنصف الآخر اللي هن ما زالوا خارج السوق. من هو داخل السوق حالياً، أنا أنصح أنه يبدأ باختيار أسهم ذات عوائد جيدة متوقع لها إعلانات جيدة بالربع الأول، لأنه إعلانات الربع الأول أصبحت على الأبواب. يعني نحن بخلال ممكن 10 أيام نبدأ نسمع إعلانات الربع الأول، وسيكون لها دور كبير بتحرك السوق خلال الأيام القادمة. يعني لا سمح الله شركات تحقق أرباح أقل بكثير من المتوقع أو انخفاضات، حنشوف عليها انخفاض قوي، وشركات تستطيع المحافظة على نفس مستوى الأرباح ممكن نشوفها عم ترتفع بالنسب القصوى. وبالتالي أنا أنصح خلال هذه الفترة لمن هو داخل السوق بتبديل المراكز المالية على أن يقوم باختيار شركات ذات قوة وملاءة مالية ومتوقع لها نتائج جيدة خلال الأيام القادمة. بنفس الوقت، من هو خارج الأسواق خلال هذه الفترة، هي فترة ترقب وحذر النظر إلى بعض الأسهم. إذا كان يرغب بالدخول، بداية الدخول بجزء من الأموال الموجودة وليس الدخول الكامل، نحن دائما بنعرف أنه في حالة الأزمات الدخول يتم على مراحل، خلينا نقول 20-25% مرحلة أولى، في حال مزيد من الانخفاضات فينا نقول 20-25% آخر، وهكذا حتى لا سمح الله في حال استمرار الانخفاض بكون عم بيعدل سعره بعمليات الشراء المتتالية. وبالتالي من هو خارج السوق يمكنه الآن بدأ الدخول بنسبة 20-25% على أسهم مختارة، وفي حال الانخفاض أكثر بالأيام القادمة ممكن يقوم بمزيد من الدخول كمان 20-25%. من هو داخل السوق يقوم بتبديل مراكز مالية والانتقال إلى الأسهم اللي راح تحقق أو متوقع لها تحقيق أرباح جيدة، يعني الابتعاد عن الأسهم خلينا نقول اللي ما عندها ملاءة مالية وتبديلها بأسهم أخرى، وهي فرصة بالمناسبة، لأنه اليوم بنشوف أنه كثير من الأسهم اللي هي عندها قيمة حقيقية قوية انخفضت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبالتالي قد تكون فرصة لمن هو موجود بأسهم أخرى مضاربية الانتقال إلى الأسهم الاستثمارية. أنا بقول الوقت الحالي بشكل ملخص هو ليس وقت للمضاربة أبداً. من هو خارج السوق لا يفكر بالمضاربة، ومن داخل السوق يذهب لتحسين محفظته المالية عن طريق اختيار أسهم أفضل وذات قوة وملاءة مالية. أحمد فضلي، لربما من المبكر الحديث عن نتائج أعمال الشركات عن فترة الربع الأول من العام 2020، لكن بدأت الشركات بالإعلان عن مواعيد انعقاد جمعي الإعلان عفوا عن نتائج أعمالها. بنك قطر الأول أول الشركات التي ستعلن. هل سنشهد تأثير لانتشار الفيروس على نتائج أعمال الشركات لفترة الربع الأول؟ حقيقة قد نلحظ خلال إعلان نتائج الشركات المدرجة في ضمن بورصة قطر يعني بعض التأثيرات، لا
نتيجة لتفشي هذا الفيروس. الأكيد أن التأثيرات ستكون متفاوتة من قطاع إلى قطاع ومن شركة إلى شركة. يمكن الحديث حقيقة أن إذا ما تحدثنا عن القطاعات التي قد تكون في مأمن يعني ولو كان نسبي، يمكن القول أن القطاع المصرفي سيكون هو في مأمن، كذلك قطاع الاتصالات يعني كذلك سيكون في مأمن من تلك التقلبات أو من التأثيرات التي لاحظناها من نتيجة فيروس كورونا. طبعا كذلك يمكن القول أن قطاع النقل سيكون كذلك بدوره يعني في قد يشهد بعض التأثيرات الهامشية، يكون القول إجمالا. لكن في ظل يعني ما لاحظناه خلال الفترة الماضية والثلاث أشهر من العام الجاري، يعني انخفاضات في على مستوى الطلب، انخفاض في مستوى أسعار الطاقة، فبالتالي من المتوقع أن يكون هناك تأثير ملحوظ على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات بشكل عام والسلع الأساسية. نعم، سنعود مرة أخرى إلى البورصة القطرية. مشاهدي الكرام، قام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيارة إلى مركز الأمراض الانتقالية التابعة لمؤسسة حمد الطبية المخصص لمصابي فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك للإطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمصابين. واطمأن معاليه خلال الزيارة التي قام بها على حالات عدد من المتعافين والمتمثلين للشفاء والذين أشادوا بالخدمات الصحية المقدمة لهم، كما استمع معاليه لشرح موجز حول الأنظمة وآليات تطبيق إجراءات الاستقبال ومعدات الحماية الشخصية الطبية والأجهزة الطبية المتوافرة وفق أعلى معايير السلامة والوقاية من المرض. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من كبار المسؤولين في مؤسسة حمد الطبية والكادر الطبي. ونبقى مع الجهود الوقائية من فيروس كورونا، فقد أكد المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي أنه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة يوجد تعاون مثمر لتوفير أعلى معايير السلامة الخاصة بالموظفين والمسافرين والمنشآت. بناء على توجيهات القيادة الرشيدة هناك تعاون مثمر وفعال بين جميع الجهات العاملة في مطار حمد الدولي، متمثلة في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة المواصلات، وطبعاً مجموعة الخطوط الجوية القطرية لتنفيذ أعلى معايير السلامة للمسافرين وللموظفين اللي شغالين في مطار حمد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك أحب أذكر أن مجموعة الخطوط الجوية القطرية في هالأزمة ولا في هالمحنة اللي إحنا نمر فيها يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطن. ومن أكبر هالمسؤوليات اللي تقع على عاتق الناقل الوطني هو موضوع إجلاء وإرجاع المواطنين القطريين إلى أرض الوطن، وهي يعتبر من الأسباب السبب الرئيسي لاستمرار عملياتنا. طبعاً إحنا مثل ما نعرف في مواطنين لحد الحين موجودين في الخارج سواء للدراسة سواء للعلاج أو للعمل، في عدد من العوائل من كبار السن من الأطفال من الشباب موجودين في بعض الدول الموبوءة، فيحتم علينا هالموضوع أن إحنا كناقل وطني ناخذ الإجراءات اللازمة أن نرجعهم لأرض الوطن في أقرب وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم، وقبل تتعقد الأمور في هذه الدول وقبل نوصل لمرحلة أن ممكن هالمطارات تتسكر. هذا واستعرض المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي سلسلة الإجراءات الوقائية الاحترازية في مطار حمد التي تستند إلى توصيات وزارة الصحة العامة ومعايير منظمة الصحة العالمية. أي تدابير نأخذها في مطار حمد الدولي هي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقاً لقوانين منظمة الصحة العالمية WHO. إحنا مجرد ما بدينا تقليل عملياتنا في مطار حمد الدولي شفنا سبيل الأمثل بتوجيه القيادة تقليل عدد الموظفين في مطار حمد الدولي، وبدينا بتقليل عدد الموظفين. اليوم وصلنا تقريباً 40% من الموظفين شغالين من بيوتهم. في دورات تدريبية على طول موجودة بالتعاون مع وزارة الصحة لل 60% اللي موجودين في المطار، وخصوصا الجزئية البسيطة اللي من 60% اللي يتواجهون مع المسافرين. زدنا
تحطيم المطار على مدار الساعة، أغلقنا السوق الحرة اللي ديوتي فري، أغلقنا جميع المحلات باستثناء بعض المطاعم اللي خليناها مفتوحة وفقا لاشتراطات وزارة الاقتصاد وقوانين وزارة الصحة. طبعا بعض الإجراءات اللي احنا بعدنا ناخذها مع 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 المسافرين اللي يجون الدوحة، في بعض المسافرين نحطهم في حجر، مش حجر، نحطهم في جزء خاص من التيرمينال ما حد يدخله، ونحط عدد موظفين اقل ما يمكن انه يوفرون لهم سبل الراحة. ان هذا من الامور الاحترازية اللي نطبقها في مطار حمد الدولي. مطار حمد الدولي سكر اجزاء كبيرة من مبانيه للمسافرين، فالمطار الحين شغال على ثلاث أجزاء، هي كونكورس A، كونكورس B، وكونكورس C، وفي المستقبل بعد راح نسكر كونكورس A وكونكورس B. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الأشياء الاحترازية اللي إحنا قاعدين نأخذها، بس بعد الأمور الوقائية مع الخطوط الجوية القطرية في شحنة لفحص فيروس الكورونا، تقريبا 500,000 وحدة طبية طلبتها الخطوط الجوية القطرية، وراح تستخدم لجميع موظفين مطار حمد الدولي من جميع الجهات بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية. راح نخضع جميع موظفين المطار من جميع الجهات للفحص عشان نتطمن أن الأمور كلها إن شاء الله تحت السيطرة. بدورها أعلنت السيدة سلام الشوى نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط القطرية أنه تقرر إيقاف الرحلات لعدة وجهات ومدن موبوءة بالفيروس من باب الإجراءات الوقائية. اتخذ كافة الإجراءات لأمن وسلامة المسافرين وموظفينا الأرضيين وطواقم الضيافة لسفر آمن للجميع بإذن الله. واليوم نحب نعلن أنه عن إيقاف العديد من الرحلات لبعض المدن الموبوءة مثل مدينة نيويورك، مدينة مدريد، برشلونة، وذلك أيضا من ضمن الإجراءات التي تقوم بها الناقلة القطرية لحفظ وأمن وسلامة مسافرينها. هذا وأكدت أيضا سيدة سلام الشوى نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط القطرية أن الناقلة الوطنية تمتلك أفضل التقنيات الوقائية وتقوم بأعلى معايير الوقاية الإضافية. جميع أفراد الطاقم على متن طائراتنا جميعهم يقومون بارتداء الكمامات والقفازات الطبية ويستعملون المعقمات للحفاظ على سلامتهم وسلامة المسافرين. كما تم تدريب طواقم الضيافة لجعل مسافة التباعد الاجتماعي ولجعل مسافة آمنة بينهم وبين المسافرين. وكذلك بعض الرحلات التي لا تكون فيها نسبة الإشغال 100% يتم التباعد بين المسافرين، ونولي اهتمام بشكل خاص للرحلات التي القادمة إلى الدوحة والمحملة بالأسر والعائلات القطرية لنحفظ التباعد الاجتماعي على متن الطائرة. تمتاز طائراتنا بامتلاكها لأنظمة تنقية عالية المستوى وذات كفاءة عالية، فيها ما يقضي على نسبة 79.97% من البكتيريا المسببة للأمراض. كما نستخدم معقمات ومطهرات على أعلى معالي درجة الجودة والكفاءة، وهي معقمات ومطهرات تم اعتمادها من قبل المنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية. كما أنه أود التأكيد لمسافرينا الكرام بأنه يتم غسل جميع البطانيات والمفارش والأغطية المستخدمة على متن جميع الرحلات بدرجة حرارة عالية جدا، ثم يتم إعادتها من قبل موظفين يرتدون القفازات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة. وبإمكانكم مشاهدة العديد من الفيديوهات التي قمنا تصويرها خصيصا لمسافرينا على منصات التواصل الاجتماعي. أحمد فضلي، كيف تقرأ ما جاء خلال المؤتمر الصحفي لمطار حمد والخطوط القطرية حول مواجهة وسبل مواجهة والطرق الوقائية التي يتبعها المطار والخطوط القطرية في مواجهة كورونا؟ يعني حقيقة نلحظ يعني تطور كبير من مقارنة بالفترة الأولى منذ انتشار الفيروس. اليوم نرى تقريبا
تطبيق كلي لجميع الخطط التحولية أو الخطط والإجراءات الوقائية لضمان الحد من تفشي هذا الفيروس. اليوم نتحدث عن نسبة 40% من الموظفين هم يشتغلون عن بعد، نتحدث عن استخدام أعلى يعني معايير السلامة وحفظ الصحة على مستوى المطار أو حتى في الناقل الوطني الخطوط القطرية، يعني كل هذه تستجيب إلى المعايير التي من شأنها أن تساهم في تقليل درجة يعني الاختلاط أو يعني التقارب بشكل كبير بين المسافرين، وهو ما يساهم في الحد من مستويات يعني انتشار هذا الفيروس حقيقة. وحتى منذ اللحظات الأولى يعني لاحظنا اعتماد أو تركيب عديد من الأجهزة المتخصصة في الكشف عن حالات الإصابة أو الاشتباه في إصابة بفيروس كورونا، وقد لاحظنا يعني تركيبها تقريبا كانت منذ آخر أول شهر مارس، يعني على آخر فبراير أول شهر مارس، يعني وتركيز يعني مستوى عالي كبير لتلك الآلات سواء الكاميرات الحرارية أو أجهزة التحقق والكشف. كذلك اليوم يعني الخطوط القطرية قامت بتعليق عدد من الوجهات أو الرحلات المباشرة نحو مدن يعني تفشى فيها هذا الفيروس. هذا الإجراء بشأنه كذلك سيساهم في الحد من قدوم يعني عدد من المسافرين قد يكون حاملين لهذا الوباء. تنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة بالإغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية، خيم الظلام بعد الساعة السابعة من مساء الأمس على الشوارع التجارية والأسواق والمقاهي والمطاعم، استمرارا للجهود المبذولة من أجل الحد من التجمعات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. هدوء تام خيم على الشوارع التجارية استجابة لقرار وزارة التجارة والصناعة الإغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية بعد الساعة السابعة مساء، والتي بدأت حيز التنفيذ الجمعة 27 من الشهر الجاري. فأغلقت المحال التجارية الغير الضرورية وجميع المقاهي والمعاصر وخدمات التسلية والترفيه. المواطنون والمقيمون التزموا بقرارات الدولة الساعية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات في المناطق العامة وفي الشوارع أيضا. دورية للشرطة وقوة الأمن الداخلي لخويا تجوب الشوارع سعيا لتطبيق قرار الإغلاق بعد الساعة السابعة ولحث المارة على الالتزام بالقرارات المعلنة ومنع التجمعات. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت الإغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية، موضحة أن عملها سينحصر في الفترة ما بين الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء، وسيحظر عليها العمل في غير هذه الأوقات، لافتة إلى أنه يستثنى من ذلك القطاعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات وخدمات التوصيل بما في ذلك التوصيل من المطاعم. لا تزال أسعار النفط تعاني من الانهيارات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية، نتحدث عن أسوأ شهر تسجل فيه أسعار النفط مستويات متدنية، واليوم كذلك ذات الصورة تتكرر مع الانخفاضات المتتالية. نتابع وإياكم هذا التقرير ومن ثم لنا عودة للتحليل. ارتداد سعودي سجلته أسعار النفط العالمية خلال ثاني تعاملات الأسبوع بدعم من عزم الولايات المتحدة التعاون مع روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو إلى 23 دولارا وخمسة سنتات للبرميل، أي بنحو 1.3%، بعدما ارتفعت عند 23 دولارا و53 سنتا للبرميل في وقت سابق من التعاملات. من جهة أخرى صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو إلى 21 دولارا و25 سنتا للبرميل بنسبة 0.85%، بعدما سجلت 20 دولارا و9 سنتات للبرميل عند تسوية الأمس، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ فبراير 2002.
ومن المتوقع أن تتسبب جائحة كورونا في هبوط لا يقل عن 20% في الطلب على الوقود حول العالم مع اتخاذ الحكومات خطوات لتقييد انتشار الفيروس. وقال محللون إن سعر النفط منخفض حاليا بشدة، مما يجعل استمرار عمل الكثير من الشركات غير مريح، ولن يكون أمام المنتجين الذين ترتفع تكاليف إنتاجهم سوى وقف الإنتاج، لا سيما في ظل امتلاء مستودعات التخزين بكامل طاقتها تقريبا. وقال محللون ببنك جولدمان ساكس إن الطلب من حركة المسافرين وشركة الطيران، والذي يشكل حوالي 16 مليون برميل يوميا من الاستهلاك العالمي، قد لا يعود أبدا إلى المستويات السابقة. أحمد عقل، استياء أمريكي واضح من تأثيرات الانخفاض الحاصل في أسعار النفط على صناعة النفط الأمريكي. هناك اليوم حديث ما بين الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي، وهناك أيضا حديث مع السعودية من قبل الرئيس الأمريكي للحيلولة دون انخفاضات جديدة. في المقابل لاحظ أنه تخمة الحاصلة في الأسواق، النفط لا أحد يشتريه اليوم لأسباب عديدة، ضعف الطلب واضح جدا بالنسبة لأسعار النفط. ما هو القادم بالنسبة للأسعار؟ هل فعلا سيهبط دون ما 20 دولار للبرميل خلال هذا الأسبوع كما توقعت العديد من البنوك والمؤسسات النفطية؟ ممكن يعني نحن إذا بنشوف يعني حتى هناك إعلان أخير كان أنه خلال شهر مايو القادم سوف ترفع السعودية، المملكة السعودية، إنتاجها إلى 10,600,000 برميل، وهذا بالتالي يعني ما زالت سياسة رفع الإنتاج مستمرة، وبالتالي هذا بيكون ضاغط أساسي في حال استمرار أزمة كورونا للفترات القادمة. هو حتى اليوم تصريح الرئيس الأمريكي بأن هناك أسبوعين عصيبين جدا للولايات المتحدة الأمريكية قادمين، اللي هن بموضوع انتشار فيروس كورونا، يمكن هذا رح يأثر بشكل أساسي خلال هذا الشهر على عمليات إغلاقات وعمليات وقف إنتاج ممكن بكثير من الولايات، وهيدا رح يكون أيضا ضاغط أساسي ومهم جدا للفترات القادمة. أنا بتوقع إنه الشهر الحالي يعني قد يكون شهر صعب جدا، وفي حال استمرار انتشار الفيروس الفترات القادمة ممكن نشوف ضغوطات أكبر وأكبر على مستوى النفط، خاصة إنه بعدم وجود اتفاق ما بين أوبك ومنهم خارج أوبك، هذا الموضوع عم بيأثر على موضوع الأسعار بشكل أساسي، لأنه الكل يريد المحافظة على الحصة السوقية الخاصة به. عمليات الإنتاج إذا توقفت بهذه الأبار مشكلة، واستمرار الإنتاج أيضا يحتاج إلى تخزين معين، وبالتالي ممكن نشوف ضغوطات كبيرة نعم بالأيام القادمة. أحمد فضلي، مع يعني فشل اتفاق أوبك بلس على عقد اجتماع، السعودية ترى والإمارات أيضا لا داعي لأي اجتماعات دعت إليه دول مثل الجزائر لمناقشة أسعار النفط الحالية، وفي ضوء انتهاء الاتفاق ما بين أعضاء أوبك اليوم، من اعتبارا من هذا اليوم تستطيع أي دولة أن تنتج كما شاءت، ما هو القادم أيضا بالنسبة للأسعار في ظل هذه المعطيات؟ حقيقة يعني الأكيد أن في ظل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بملف النفط سيكون هناك ضغط كبير على المستويات السعرية. اليوم نتحدث عن على سبيل المثال بالنسبة لخام غرب أمريكا، يعني نتحدث عن أسعار بلغت مستوى العشرين دولار وحتى نزلت إلى مستويات 19 دولار، ونتحدث عن خام برنت عند مستويات في تتراوح بين 25 إلى تقريبا 26 كحد أقصى، وهي مستويات حقيقة لم نسجلها منذ ما لا يقل عن 12 عام أو 13 عام مضت. الأكيد أن الفترة المقبلة ستكون ضاغطة بشكل كبير على مستويات السعرية في ظل عدم توصل لأي اتفاق والجلوس على طاولة الحوار، وفي ظل كذلك يعني تحذيرات من دخول في انكماش اقتصادي وفي أزمة مالية ونفطية وحتى في العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، في ظل تواصل هذه الضبابية في عدم الاتفاق، يعني الأكيد أنه سيكون في من غير المجدي يعني التصعيد، وسيكون في ضد صالح الاقتصاد العالمي. كل الشكر لك أحمد فضلي، صحفي بجريدة لوسيل، والشكر متواصل لأحمد عقل أيضا كان معنا من البورصة القطرية المحلل المالي. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، إلى اللقاء.